انا وين هذا شنو انا مرضي وانا دحام خليك صاحي معانا ولا تنام واسمع بيتك من هالكلام هاي هلا مرحبا يا باشا كل السلفة بشاشة وياكم بالصورة وبنور الشاشة يا باشا شاشة خلكم سوا خلكم انتو وانتي وانا مع مرضي ودحام كل واحد ياخذ دوره نبي طرب نبي نولعها نبي ليوة على طنبورة يلي رايح لحبابي خذني خذني وياك خل عينك على هذا وانا عيني على ذاك هدوني هدوني قلب رايح لك حروف مسلسل تراه وياكم فيري لك راحة هذا خوش كلام صاحي لا تنام جدام يلا جدام هذا خوش كلام خوش كلام صاحي لا تنام جدام جدام كل شي تمام يا سلام سلام مخرجنا تمام صاحي لا تنام كل شي تمام هلا يا جماعة عندي السلام عليكم سلام ورحمة الله هلا 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 أبو ماضي بسم الله بسم الله دير بالك على غريضات يا ابن الحرام أبو ماضي شنو 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 الغريضة شو هالزبالة اللي حاطاني إياها ترى نفسك منقود منقود الكلام اللي قاعد تقوله شنو هذا شنو شنو هذا شكار بنستعمل ولا شنو حبيبي هذيلي أنتيك غالي هذا شنو أنتيك 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 يعني قديم يعني شيء قديم هذا تراث أنتيك وفي حد يشتري هالسوالف هذه يبا هذا له زبون الخاص هذيل الأشياء ما يشترونهم إلا الكبار اللي عندهم فلوس هذه شنو هذا هذه شيء واحدة شنو شاي لا هذه 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 شنو حق الخيل إيه والله صدقت هذه اللي حطها هني عشان الخيل باجو اللي إيه لا ما أعرف دربه وينه أيوة لا شوف تبي تبصخرون علي أنت وياه ما أسمح لكم لا لا, لا صدق ما يبا هذه لا هي ذهب ولا هي فضة هذه ألمنيوم والألمنيوم قبل نادر ألمنيوم شيء نادر أغلى من الذهب وهذا يبا إيش فيكم الحين أي من هذه مثلاً كلب شات مو كلب شات يبا هذه يبا أسوارة مضعد مضعد اذا سعره زين والله باخذ حق مرضيه هديه سعره زين هاك شوف كم سعره شوف المنيو عندي منيو مختص بالامور هذه شوف سعره وين هلا هذه 18 ربيه طيب بيتي بكم انا ب 11 ربيه هذه اكثر هذه اكثر 18 والله غبت وهذا المسباح الاسود هذا مبيوع يا الغالي والله مبيوع يعني ما يعني شعارك كل شيء يا مبيوع يا ما ادري مال خيل وقال مو مال خيل ما ادري زين عندي اهل انا مثلا عنده مثلا يا اهل فريد عنده بصفار صفار ود الدكتور ليش جايبه عندي
لا بشوف هذه ال 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 قصدك بتعالج بالطب العربي. طب العربي إيه شوف هذه طب الأنتيكي مو الأنتيكي العربي. الطب الأنتيكي حبيبي لا تقص علي. بالأنتيكات يعالج. هذه يعني شو نسوي فيها حق بس يعني يطلع فلوس من هالشغلة هذه. أنا بطلع شو أقول لك شوف أسعاري كلها أقل شيء 18 راح أقول حد يستفيد ويشتغل الشغلة كأنها فيها فائدة. فيها فايدة الشغلة يقول فيها فايدة الشغلة فيها فايدة وايد. أنا للحين الحمد لله كل شيء ترى محجوز. هذه محجوزة هذه محجوزة كل شيء محجوز ما بقى يمكن لهذه ولهذه بس. أنت شنو هالشغلة هذه وارثة ولا من وين يعني؟ يبا ذيلي أغراض أقول لك من زمان يجمعهم من ألوفات السنين. تجمع أغراض يعني؟ أي من ألوفات السنين وأبيعهم هذا كل قطعة أقول لك هذه ب 180 روبية، هذه 18 روبية، هذه ب 20 روبية. قاعد تشارك بمعارض معرض العطور والسوالف هذه؟ حاولت بس مو لاقي بوث للحين كلها زحمة. أشوف بالله عليك الصور. أسعار؟ تفضل تفضل خل خذ فكرة. والله شايك المسحب والله زينيني والله سووا مسح الكلمة. والله شكلكم انتم ما عندكم سالفه. انا خليني اجمع اغراضي واروح لاني تذكرت لي شغله. بروح انا يبا عندي سالفه بروح عندي بيع. يبي لك محل محل ما وين محل اجارات غاليه معود. زين هذا الاستكان بكم؟ يبا هذا حق ابو وحيد سال ابو وحيد بكم؟ توقع تهريه معاهم. لا يبا خليني اجمع اغراضي واروح انا. تبون شيء مني؟ نبي سلامه امرك بس زين يعني بس فهمت شنو هذا وشنو هذا؟ هذه في اسمه؟ اشوفها هذه؟ عاد اشوفها هذه اللي تنحط اللي بخشم الخيل صح؟ انت ليش فيك على انت ليش بتغلد الخيل؟ لا يبا مو الخيل حق المرأة هذه ترشية. عطني يا اخي نحطها مع الاوسمه هني. الحلال هذه غاليه اغلى من ملابسك واغلى من حتى شو اسمه؟ هذه يبا بروح هذه بكم؟ كم؟ 30 روبية. 30 روبية. ايوه والله فلوس فلوس هذا فلوس جن عن يومه يطلع فلوس. اعوذ بالله. عطى طيب هادي عطني خليني امشي عطني عطني بروحي شاي بدال لا تساعدوني عطني يلا من فضلك يلا ابو وحيد حسابك تالي ها. الله يحفظك الله يحفظك يا ابو ماضي. هلا هلا. قول امشي امشي روح وران شوف من وين يشتري بضاعته وعلى من يبيعها. هذا شكله التجاره هذه فيها فايده. يلا يلا قوم يلا بعدين يا حسابك بعدين يا يا رب. تعال 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 تعال. منو هذا؟ شنو هذا؟ منو ما تستحي. ها ريال شيبه ريال مو بعقلك انت ولا شنو؟ انا ما تستحي على وجهك تطق البيبان تطر اغراض واخر شيء يبيعها هني بالقهوه وانا هذه القطعه تعرفون انها ثمينه انا ما ادري المسبح هذا محجوز. محجوز اخر شيء تجمع مزبله الفريج. انا اجمع مزبله صاير تاجر انتيكات. جماعه الخير انتم ما تحترمون نفسكم انتم ما عندكم بيت تنامون فيه تقعدون فيه انتم انتم ناحقين هالعالم هذا. ما شفت الواحد نجح وقام ينجز وقام يشتغل ويصير تاجر لحقتوه؟ يا جماعه انا لا ما بطقك هالاغراض هذه انا ماخذها من هالناس هذه عطيه أغراض ثمينة أنظفها وألمعها وقبل أبيعها على العالم أقول لهم قصة كل غرض أنا ماخذه وخلاص وصرت تاجر. صرت تاجر صح. هذا ألمنيوم ما في منه
الومنيوم. ليش تسوي اداي؟ ها؟ اي هذا انا اقول لك. اي كذي الومنيوم ما ادري منه. المنيو عندي المنيو. ما ادري شنو ايباد وما ادري شنو. هذا مو ايباد على فكره. ايييييي. احترموا نفسكم روحوا بيوتكم ناموا. ها؟ بس تصدق كنا ظلمناه. يعني انت البضاعة هذه تنظفها وهذا وترجع تبيعها. وترزق الله وابيعها والحمد لله انتيك هذا. هذا يعني بشوف تعبه بالتنظيف يعني يا دوبك يعني. ما شاء الله هذه تصلحها وهذه تضب. يعني يا دوبك يطلع لي ها 4000 18000 روبية. اه اي يعني ظلمناك ظلمناه والله. سامحنا سامحنا يا ابو ماضي. بس مو الكلام. زين ابو ماضي اول بيت التقيت باب اعطوك ما ادري شنو. هذه عندك سناب ها؟ احترم نفسك. هذا اسرار زباين معلومات ترضى عند زبون اقول اسرارك. لا لا خلاص لا خلاص اخذ بعطيك سناب. اي خلاص يلا يبا خذوا سنابات بعض وفارجوا عن بيتي. يلا بروح انام. تصبحون على خير. الله يحفظك. ان شاء الله في امان الله. مع السلامه. يلا يا رب. حياك الله. يلا من فضلك. بسم الله بسم الله. ولا عند المفتاح انا. اي بيتك عادي دش. درب درب. يلا درب درب. بيتي بيتي. خلنا نطقطق البيبان مثله يمكن يحصل له شيء. يلا نشوف. ها؟ ايه؟ يلا. اول بيت هذا. يلا. انا شكلي بقط كل الاشياء القديمه، حتى رايلي شكلي بقطه بعد. حبيبي قلبي دحوم يا عفيه وانت طالع عفيه قط هذا معاك قديم وما له داعي كلش. حاضر حاضر. لا 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 طالع طالع عدل شوف طالع. انتيك. هي انتيك هذا انتيك حبيبتي اختي الله يرضى عليك. اذا عندك من هذا وما شابه يعني إيه؟ اي شيء قديم ما تبينه تبين تقطينه قطيه علينا احنا. اه انتوا عشان بتودونه حق ابو ماضي يما حسوالف سمعتها اليومين صار. مالك شغل لا ابو ماضي ولا غيره. اي شيء عندك عند الجيران عند اي احد جدر صحن ملاس دوا اي شيء زين اعطيني اياه. حاضر اشوف ادور. عاد انا خبري فيك يعني هوايتك كانت جمع الطوابع تغيرت. يبا غيرتها ايش فيك عند سباح انا؟ الله هذا سعر الملايين ما تعرفين. قصدي ما يسوى شيء. ما يسوى شيء. الله. شيء. الله. شوف لا يقدر بثمن. الله يا الريحه. الله شوف شوف مغبر. ايه الله يا الريحه. يلا يلا مشينا. يلا ها؟ اي شيء عندك؟ يلا السلام عليكم. ان شاء الله اروح ادور اشوف مني ولا من هناك. طالع. عشاق عشاق الماضي عشاق التعب. نعم نعم قرب التيك. الله يبا زين التيك قرب. الله يبا زين ما شاء الله علمناهم على الاطرار اسبقونا على البيبان. اي بيبان شنو بيبان شنو يعني بيبان حبيبي؟ احنا ابوي ويدي ويد جدي كانوا يبيعون الانتيك. اي نعم احنا عيال تجار. انتوا نصابين انتوا تجار انتوا يبا انتوا ما عندكم شيء تبتكرونه من عقولكم لازم تغلطوني. وبعدين على فكره الانتيك هذا اللي قاعد تسوونه هذا بياعه. يبا الانتيك ينحط بمكان وله زبونه الخاص. انتوا تعرفون انتوا قاعدين انتيك انتيك انتوا بتشنكم ذيلي 100 على 300 على 500 ايش فلاكم؟ احنا بنروح للزبون ما ننطر الزبون. احتراما للزبون نروح له. نعم اكيد بضاعتكم مغلده هذا تغليد. هذا اصلي. شنو؟ اصلي اصلي قاعد تحرج عليه. يبا الانتيك ينحط بمكان ويجي له زبون ويشتريه ولا سعره ولا وضعه. في يعني ينحط بمكان؟ ليش ما يتحرك الانتيك؟ شلون يبا جماد شلون يتحرك؟ هذا هو ها حركنا. شنو؟ تحرك. يلا يبا انت وشكلكم ما تعرفون ولا تفهمون. لا قاعد اقول لا تسوي نفسك مقطع بازار لندن. إيه والله العظيم لا تعرف بالانتيك. شنو انا ما اعرف بالانتيك؟ لحظه انت تعرف بالانتيك؟ اكيد اعرف بالانتيك انا قديم. زين تعرف بالانتيك؟ ايه انتيك ولا لا؟ هذا انتيك. اي صراحه انتيك ذهب هذا؟ اه هذا انتيك. هذا من عظم الفيل. هذا عظم الفيل ايش حاطه بحاجه؟ ايه هو يوم قطه كذي عارف؟ والله لا ضحكتي. والله يبا زين انا اتلاجر معاكم ويا يا قديم هذا قديم. هذا تعرف شنو انت بالاول؟ هذا تعرف شنو؟ فنر. شنو مو فنر؟ لا يبا هذه شغنيه فنر البيت. فنر البيت هذا هو. لا يبا مو هذا. هذا يبا تدري حق شنو الحين هذا مو يعبونه غاز؟ ايه وين يعبونه غاز؟ خصوصي ولا ممتاز؟ قول لي. لا ممتاز. لا يبا خصوصي. لا في انتيك تعبه ممتاز؟ انا سيارتي ما اعبيها خصوصي. شفتي هذه سيارتك؟ إيه. انك طايح من عينك. يبا انتوا تفهموا بالانتيك؟ لا لا نفهم بالانتيك. ايش عندك العيل جاي؟ تعالوا شوفوا بضاعتي اللي عندي. حاقد وحاسد. قرب يا ولد انتيك ريال قديم. احترم نفسك شو ريال قديم؟ ماشي انا اوريك. والله ابيعك كذي قبل السراي.
انا قبل اسراي ها إيه؟ ماشي انا اوريك وانا اعلمكم نفسي انتيك اوريك اوريك انتيك 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 غلط للبيع انتيك انا اوريكم انتيك رجل يعمل انتيك رجل يمشي اي والله انتيك قولي هذا مو انتيك طالعه طالعة السدى طالع طالع اللون هذا شوف الكسر اللي فيه هذا عم طالع 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 هذه لا تشيلها تشيلها اللي رافع السعر هذا نعم انتيك من انتك انتك انتيك انتك انتوك لا على احنا نشتري على نشتري على الخفيف اوب اوب السلام عليكم سلام وين وين الله رايحين معرض التحف اوه انت صارين تجار الحين لا مو تجي يعني على الخفيف ما شاء الله لا اشياء قديمه يعني على الخفيف يعني اشوفكم تبيعون ما ادري شلون تبيعون يا جماعه ما تعرفون تبيعون شو تبيعون حصان اي شيء ناقد على بينه يعني قاعد نبيع ونعامل من الزبون الزبون نعتبره اخونا ولدنا ابونا صح حبيبي حبيبي احنا نبيع على النيه بس احنا ما يعني ما نغش من عمك لا ما حد قال لكم غشوا ما حد قال لكم غشوا بس خليك ذيب مثل عمي عمي شوف لا امسك السلعه لا ولا امسك الكتاب ولا التحفه ولا هو قايل لك النذيب لا يخسي لا عامر اشتري ايه شنو شلون المصباح الطيب هذا ايه شوف هالمصباح الطيب ايه هذا لا بغي يبيعك اياه ما يعطيك اياه كذي يقول لك اشتر يقول لك شوف هذا من حجر الزمرد اللي يجذب الطاقه الايجابيه والحب والخير كله يوصلك ليه يوصلك ليه عندك لا حبيبي عاد الا المسابيح لعبتي المسابيح تدري هذا حجر شنو هذا؟ ايه؟ هذا حجر بازل اسفلتي هذا يبونه من تحت يعني من تحت اسفلتي يعني اسفل اسفلتي اي من تحت يعني اسفل حبيبي هذا ترى غالي دير بالك غالي ادري دام زين دامكم تعرفون ها كانت تعرفون ما شاء الله ايه سوقوا كذي سوقوا كذي يمشي رزقكم زياده هذه الطريقه احنا واضحين لانه عمك يعطي كفاله احنا ما نعطي كفاله فنبيع بسعر التكلفه نبي فائده بسيطه عارف قليل دائم خير من كثير منقطع الله يرزقكم الله يزيدكم عندك شيء عندي تكفون تشترون اي نشتري نشتري باعلى الاسعار ومن امام المنزل مستعمل خفيف اي عادي عادي مستعمل خفيف حتى لو عند زوجك مثلا شيء ذهب ما تبي تبيعه او غا نشتري عادي انت قولها هذا مو ذهب هذا نحاس ترى اي بس ضاع ضاع بقولها ضاع تسريحتك قديمه ما تبيعها يلا شوف شو رايح بغراضي وياي يلا بسرعه 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 طلعتنا قول هذا الحين بيطلب وايد منو هذا وجهه وجهه يطلب وايد حبيبي نقول له لا شوف هالشغله مكسوره لو انها مثلا صاحيه كان سعرها صار فوق فوق نكسر فيه نكسر قول له تبي صيانه وتبي تصليح ايوه طبعا حبيبي مو اي شيء هذا الخيشة حق ابو ماضي ماضي؟ إيه اللي حط فيها التحف نعم جيبها 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 يلا أنا نسيت هذيل هذيل وين قصة؟ أنا بعرف هالسوالف هذه معقولة في حد يشتريها؟ شلون بنبيعهم؟ في أحد يشتري بس شلون لازم تسوق حق بضاعتك زين تعرف يعني كيف تبهر المشتري كيف انه يشتري بضاعتك مثلا هذه القطعه هذه نقول لهم هذه القطعه كانت لبستها موناليزا الموناليزا ما كانت تلبسها بيدها هذه لا كانت تلبسها بريلها شوف شكلها كانت ضعيفه رشيقه رشيقه جدا ترى تدري عن شيء الحين الهبه والموضه رجعت الكل قاعد يلبس بريول بس هذا هو العالم تحب اللي يعني المشاهير وهذا يقلدونهم وهذه بنقول لهم اخر عقد كانت لابسته كليوباترا كليوباترا هذا حلو وراح يصدقوني الناس ترى وهذا يعني راح نبيعه احنا باسعار يعني يعني تناسب الجميع مثلا القطعه هذه معموله من خيوط العنكبوت بيت العنكبوت على بيت العنكبوت وهن يعني بسرعه إيه يعني. إيه هذا من كثر خيط على خيط على صار صلب اي هذا هو نفسه هذه نفس الشيء هذه نص كيلو وهذه كيلو نعم من خيوط العنكبوت إيه ولا هذه ناعمه وهذه خشنه نعم نعم وهذا القلم نعم بنقول هذا القلم تم توقيع فيه اتفاقية طال عمرك أول اتفاقية سلام في العالم 1821 1821 21 نعم. أذكرها
وهذا الأخير هذا وليس آخراً وليس آخراً. النياشين هذه ما حد راح يشتريها صدقني إلا واحد مجرم حرب، يعلق هاي النياشين على صدره ويمشي ويتفاخر بين العالم. هزلت وخسوت. بيعها النياشين هذيلي؟ بيعهم خلاص، أهم شيء إحنا نستفيد. هذيلي بقول إنهم نياشين هتلر، إيش رأيك؟ يا ولدي يا ولد قرب. يلا زبرج 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 قرب 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 يا ولد. زبرجوج، انتوا تدرون بالله ايش اللي قاعد تبيعونه هذا؟ قاعد تحرجون عليه؟ شنو هالاغراض اللي قاعد تبيعونه؟ تحف، تحف نادره، كل قطعه واحده بالعالم. هذا تحف نادره؟ اي نعم. شنو وين التحف النادره؟ هذه تراج تراج تراج. يا ابن الحلال اصبر يا مرضي يا دحابي، بهالاغراض هذه قيمه ما تنباع كذي. ها شلون يعني؟ تدري شو اللي بيدك؟ تدري شنو اللي تحتك؟ وين هذا؟ ها؟ هذا خنجر اللي حصلت فيه اول جريمه قتل بالعالم. لا يبا غلط غلط كلامك. وبعدين شنو هذا؟ شنو اللي قاعد تبيعونه؟ شنو هذا؟ بطل هذا. بطل. بطل كذي بطل كذي. يبا هذا اول مشروب غازي هولندي اسمه ناملات بوتيله، هذا اثري. شو؟ قرب. غوري. مو غوري عادي هذا. ايه غوري صغير هذا، بس صغير حق بدل لا تجيب لك غوري كبير انت. ايه. نفرين. غوري صغير. خصوصي. يبا نعم. مو غوري هذا فانوس سحري قديم يبا. ان شاء الله تحكه يطلع. بس المارد متوفي اكيد. حول الله يبا. هذه اشياء كلها انت تدري شنو هذا؟ انت تدري شنو هذا؟ هذا طال عمرك هذا معطر، عطر طال عمرك يحطون فيه، هذا تعطر فيه اول معرس عربي. والله انت كل شيء اول واحد عربي. اي نعم عندي حصريات هني. نعم قرب قرب. انتوا كذابين ولا تعرفون بالانتيك وهالشيء. قرب هذه الساعة. الساعة اللي تنوم نوم 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 علي. يلا اذا كان يهمك الوقت. لحظة يبا لحظة. هذه الساعة للبيع؟ اي نعم. للبيع شوفها. كم الساعة هذه؟ ها؟ كم الساعة؟ الساعة 4 إلا ربع. مو كم الساعة؟ كم سعرها؟ ساعة عجبتك؟ يبا هذه ساعة أبوي. ساعة أبوك؟ نعم؟ إيه نعم ساعة أبوك. آه شافها شافها. أبوك أبوك كان يلبس ساعة، أبوك من متى يهم الوقت؟ كان عايش على النجوم أبوك. ساعة أبوي هذه حبيبي بعرفة. هذه الساعة اللي تنوم. لا لا ما بي أنا ما حبيبي ساعة أبوي عطني إياها هذه. مو ساعة أبوك على كيفك. ساعة أبوك ساعة أبوي هاي الحرامية البواقين ماشي. أنا أعلمكم أنا أوريكم. منافسة مو بهالطريقة هذه. أنت أنا المنافسة مو بهالطريقة؟ إيه. أنت ما عندكم شيء تبتكرون تحبونكم؟ إيه. رش العطر عداوة لا ترش. إيه. وأنا أعلمكم أنا أوريكم. حبيبي أذنه. يلا. يلا أذنه. يلا. بعدك أذنه بتاع. ما عليه ما عليه. أنتيك أنتيك. ما عليه. يلا. تمام. يا أهل الفريد. يا لجاويد. النايم يصحى. النايم يصحى من غفلته. شفيك شفيك شفيك. اخ تعبت اركض من السوق عطني ساعه ريح. اي تريح انت قاعد صارخ. قول لي شفيك يا ابن الحلال. انا انبكت. باقوني. شلون باقوك وانا موجود؟ انا هني حامل فريج ويبقونك. من اللي باقي؟ قول لي. اي حامل فريج انت نايم مرضي ودحام باقي ولا انتيك مالي؟ مرضي ودحام باقوك؟ اي نعم. اعلمك فيهم الحين. امشي الحين. اقول لك باقوني والدليل على ذلك ساعه ابوي. أوه. ساعه ابوي انا شفتها عندهم. راح اردها لك. امشي انا اقول لك. يلا دام ما بعنا شيء هذه هديه حقك. مبروك. قرب. عشاق الاوسمه، اوسمه هتلر. حياك. هذا لهم. ها؟ شيل اغراضكم يلا. ليش احنا ما سوينا شيء حضره الضابط؟ شو اللي ما سويته؟ وش هذه اغراضك؟ هذه اغراضي وهذه الحراميه. افا يا ابو ماضي، افا يا ابو ماضي. يا الله حرام عليك، عشان شفت بضاعتنا احسن بضاعتك وقاعد ننافسك تسوي هالطريقة هذه، والله عيب. تنافسوني تبقون أغراضي وتبيعون على أساس إنها أغراضكم. لا أغراضي يعني. الحين أنت اتهمت أنا حرامية، قاعد تتهم الناس شيء جزافة. جزافة يعني بالباطل جزافة. ها عطني هذا ساعة أبوي. لا هاي ساعة أبوي. هذا جيب ساعة أبوه هذه. يبها ساعة أبوي هذه. خوش ساعة والله. لا طالت وياك كذي. يلا امشي وياي يا طويل العمر. أول شيء معاك إذن النيابة.
هي اذن نيابه. زين الشيء الثاني ممكن نكلم محامين يحضر معنا التحقيق؟ اي محامي انت تعرف، انت بس تعرف مرضي. امشوا يا يلا. زين تكفى، احنا اي مديريه بنروح؟ لا تقول لا تقول بكلم الواسطه. ماني قايل لكم وتعالوا يلا يلا لحقونا. انا اوريك. شيلوا الاغراض ويبوها المديريه. انا اوريك. ماشي اوريكم. انا اوريك. ماشي يلا بجمع اغراضنا. والله تلش الرزق على رب العالمين. يلا يلا ما عليه، دام الناجح محارب. يلا يلا شيل من هذا الزايد عادي خلوني. كم يو 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 خشني خشني. اقول خليك على اقوالك، دير بالك لا تغير اقوالك نهائيا. خلنا على قلب واحد. اسمع قاعد يتبقون على انه الحين اصيدهم لك. هذه ساعه منو؟ ساعه ابوي. لا ساعه ابوي. لا ساعه ابوي انا. ساعه ابوي. ها دام ساعه ابوك شو تقول على الساعه؟ شو تقول؟ اقول الله يوفقك ان شاء الله. حبيبي مو حفل تخرج. وانت شو تقول للساعة؟ اقول على الساعة هذه ساعة ابوي، لان انا لقيتها باغراض ابوي الله يرحمه، شفتها قلت خلنا نبيعها. وانت شو تقول للساعة؟ انا اقول هذه ساعة ابوي، وحتى بالامارة ابوي كاتب عليها جملة طويلة. مرضي شنو الجملة؟ اللي مكتوبة داخل الساعة. اللي مكتوبة داخل الساعة. ان لم تستحي. ان لم تستحي فاصدع ما تتهد. تتهد ها؟ فافعل فافعل. فافعل ما تستحي. لا غلط. غلط؟ شنو مكتوب بالساعة؟ لا انا بشوف هذا دام يقول ساعة ابوه. يلا شوف. مسكينة البنية. دايم هذا عرف مالت منه. كذاب. قول لي انت شنو مكتوب بالساعة؟ مكتوب على الساعة من عاش بالحيلة مات بالفقر. عاش بالحيلة. مات بالفقر صح كلام. ساعة أبوه أنتوا قاعد تكذبون. مغيرها أكيد. بغير يمكن بغير كلام ماحي وهذا وكاتب. شنو ماحي منحوت نحت على ساعة قديم. صح كلامه. أنا أقول مرضي دحامي يلا امشوا وياي. امشوا يلا. وين بوديكم هذا؟ أتوقع بيلجأ للفار. امشوا وياي وياي يلا. نعم. إي والله أنك صدقت يا الوالد. فعلا من عاش بالحيلة مات بالفقر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا ما خلص لا Yeah.